مرحبا بكم اليوم الناس كل في قناتكم مساحة. اليوم نفي الإعلامي ومنتج الكاميرا الخفية الملك التي تعرض حاليا على قناة حنبال وليد الزريبي في تصريح لموزيك الاتهامات التي وجهتها له الفنانة الاستعراضية زازا في مداخلتها لأحد الإذاعات. كما أوضح الزريبي أنه لم يقم بحذف عديد المشاهد من مشاركتها في الكاميرا الخفية، مؤكد أنه لم يتلاعب بعملية المونتاج. كما أوضح أن زازا لم تطلب منه حذف أي مشهد بعد تسجيل الحصة وأنها على علم تام بمحتوى الحصة. وقال الزريبي أنه كان على زازا التعامل مع الكاميرا الخفية بروح رياضية وعدم تهويل ما حصل، مؤكد أن الأمر بسيط جدا ولا ينقص من قيمة الفنان. والكلام هذا موجه لزازا. وهكم كنا وصلنا لنهاية الموضوع.